السلام عليكم ورحمة الله. لم يكن للمرأة في الجاهلية قيمة ولا مكانة، فكان الرجل في الجاهلية يستطيع أن يطلق امرأته ويراجعها 100 مرة ويجعلها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا مطلقة. واستمر الحال في أول الإسلام، وقال رجل لزوجته في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أويكي ولا أدعك تحلين. فشكت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالها، فأنزل الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان، واحدة بعد الأخرى، وذلك بشرط أن تكون المرأة مدخولا بها، وأن تكون الرجعة قبل انقضاء عدتها. وعلمنا أن عدة المدخول بهن ذوات الحيض غير الحوامل 3 قروء، أما عدة ذوات الحمل أي يضعن حملهن وإن كان بعد الطلاق بساعة واحدة، وعدة من لا يحضن لوصولهن لسن اليأس أو لعدم وصولهن لسن الحيض 3 أشهر. أما الوحيدة التي لا عد لها بعد الطلاق فهي غير المدخول بها. فالطلاق مباح غير محظور لدفع أشد الضررين، ومن طلق مرتين فليتق الله في الطلقة الثالثة، لأنه لا رجعة بعدها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فحكم الله بعد الطلقة الثانية إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن الإمساك بالمعروف حسن العشرة وحسن المعاملة وحسن الإنفاق على الزوجة، ومن المعروف حسن الصحبة وأداء الحقوق الزوجية على أتم وجه، أو تسريح وتخلية سبيل بإحسان، فيحسن معاملتها بعد الطلاق ويؤدي إليها حقوقها كاملة، ولا يسيء إليها بعد تطليقها، وألا يذكرها بسوء، وأن يحفظها، وألا يفضحها بما عنده من صور وخلافه. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا شيئا مما أعطيتموهن من المهر ونحوه إلا في حالة واحدة، أن يخاف الزوجان ألا يقوم بالحقوق الزوجية على أتم وجه. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خافت المرأة ألا تقيم حدود الله في زوجها فلها أن ترفع أمرها لأولي الأمر. وأول من قامت بخلع زوجها هي امرأة ثابت ابن قيس الأنصاري، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. فيجوز للمرأة في هذه الحالة أن تدفع لزوجها لتطليقها، وهذا من تمام رحمة الله عز وجل بالزوج والزوجة، فكما أعطى الحق للزوج بالتطليق أعطى الحق أيضا للزوجة بالخلع. ولا يستطيع الزوج بعد الخلع أن يراجع زوجته، ولكنه يستطيع فقط بإذنها وبعقد جديد ومهر جديد وموافقة الولي والشهود. تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك الأحكام هي حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرام، فلا تعتدوها ولا تتجاوزوها. ولماذا قال الله عز وجل في تلك الآية الكريمة:
تلك حدود الله فلا تعتدوها. وفي آية سابقة قال تلك حدود الله فلا تقربوها. وذلك لأن حدود الطلاق والخلع لا يمكن تفادي الاقتراب منها، بينما حدود الاعتكاف في المساجد ومباشرة النساء يجب عدم الاقتراب منها على الإطلاق. وهذا من حسن البيان وبلاغة القرآن. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتجاوز حدود الله تعالى فأولئك هم الظالمون أنفسهم بتعريضها لعذاب الله. فظلم الزوج لزوجته وظلم الزوجة لزوجها هو من ظلم العبد للعبد، لا يترك الله منه شيئا أبدا. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في أحكام الدين وألا يحشرنا مع الظالمين. جزاكم الله خيرا. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.